شيف نورتوني وحلقه جديده من قناتي ياسمين في اليوتيوب. النهارده هنعمل مع بعض اكله لذيذه وجميله وهتعجبكم جدا ونعملها باسهل طريقه. هنعمل صينيه التورلي باللحمه، هتابعوا معايا الفيديو. الخطوه الاولى معانا هنبشر بصلتين ناعم جدا، هنحطهم في صينيه وهنحط عليهم 4 معالق من زيت الذره. هنقلب البصل كويس جدا، طبعا احنا كده بنشوحه لغايه ما يصفر بس معانا. البصل مش هياخد معاكي اكتر من حوالي 5 دقايق ولا 7 دقايق، وايدك فيه على طول هيبقى لونه بني. هتكوني سالقه كيلو من اللحمه 3/4 سوا في 4 كوبايات من الميه بس، عشان انا عايزه الشوربه تكون دسمه، وطبعا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود و7 بهارات. الشوربه عندي هنا دسمه، هنزل على طول باللحمه والشوربه على البصل بعد ما تشوحه بقى مايل للون البني. هنديها غلوه كده على النار. اللحمه خدت غلوه معانا على النار، هنجهز بقى كل الخضار اللي نحبه، نص كيلو من كل نوع. ممكن تقللي او تزودي على حسب الرغبه او على حسب ميولك لنوع معين من الخضار. انا هنا استخدمت نص كيلو من البطاطس، قطعتها مكعبات لازم تكون كبيره عشان يكون شكلها حلو كده في التورلي. وجهزت كمان نص كيلو من البسله مع الجزر، وحوالي ربع كيلو قللت شويه في الباميه، وربع كيلو من الفاصوليا الخضراء. ممكن تضيفي كوسه او اي نوع من اللي انت بتحبيه. هنرش رشة ملح خفيفة، لان طبعا الشوربة واللحمة فيها ملح اصلا، رشة خفيفة جدا يعني ربع معلقة، وربع معلقة كمان الفلفل الاسود مع الخضار ومع اللحمة زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو. هتاخد تشويحة كمان بسيطة، نبتدي نجهز الصلصة بتاعتنا. الصلصة يا اما هتكون عبارة عن كيلو من الطماطم طبعا مضروب متصفي، انا هنا استخدمت صلصة هارفست بستخدمها نوعها كويس جدا جدا، حطيت عليها 2 كوباية من المية و3 معالق من الصلصة. اخد معايا الخضار هنا كمان تشويحه بقى بالصلصه وبدا يتسبك بالمنظر ده. انا هنا بقى هغطي الصينيه بتاعتي بورق الفويل وهدخلها الفرن لمده 10 دقايق بس. ياخد معاكي اكتر من 10 دقايق على حسب فرنك. انا اخد معايا حوالي 10 دقايق على درجة حرارة 250، حطاه في الفرن الصغير وخلص معايا التورلي. وبصراحة رائع جدا، لونه جميل جدا برغم ان انا عاملاه بالصلصة، وكمان اللحمة بتاعتي استوت جدا بقت مهرية خالص، والخضار طبعا مفيد جدا، كل انواع الخضار حطيتها في التورلي. فهتكون عندنا صينية التورلي النهاردة غنية جدا بقيمتها الغذائية، واستوت جدا شكلها يفتح النفس بصراحة. هنشوفها مع بعض وهنشوف اللحمة قد ايه استوت معايا. طبعا الاطفال لما بيحبوش مثلا البطاطس او بيحبوا البطاطس ما بيحبوش البامية، هتلاقي كل انواع الخضار جوة التورلي هيفيدهم جدا، طبعا رائعة جدا مش هتاخد معاكم وقت طويل. وبكده النهاردة الفيديو بتاعنا يكون انتهى، اتمنى ان يكون عجبكم. الخضار استوى جدا جدا معايا، واللحمة كمان بقت طرية جدا ومهرية ورائعة، الطعم فعلا خطير جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، شايفين قد ايه استوت وريحتها تجنن.